طلبة سكندري 2 تاني ثانوي لغاية، هنكمل مع بعض بارت 2 في ليسون 2، وهناخد اللاترال اريا والتوتال اريا والفوليوم وفليجرال بيرمت. اخدنا المحاضرة اللي فاتت ال ال ده اللي هو سلانت هايت، لو اسقطنا عمودي من النقطة دي على قاعدة بيراميدز على البيس اوف بيراميدز هتبقى الهايت، يعني اتش ده الهايت بيراميد، ومن هنا على السايد بتاع البيس ده اسمه سلانت هايت. احنا خدنا هناخد الدرس دوا بقى التوتال اريا واللاترال اريا والبوري، هما تلات قوانين. اللاترال اريا اوف بيرمت نص البريمتر، هاف البريمتر اوف بيرمت يبقى هاف البريمتر اوف بيس اوف بيرمت في السلانت هايت اللي هو ال ده، والتوتال اريا بيساوي اللاترال اريا زائد الاريا اوف بيس. الفوليوم اوف بيرمت 1/3 1 اوفر 3 تولت الاريا اوف بيس في الهايت بتاع البيرمت اللي هو الاتش، تمام. والمسائل عباره عن التلات مسائل دول. دايما الاريا اوف مشكله في الاريا اوف ذا بيس، فهنديكوا الاريا اوف ذا بيس كده اوف ريجولار بعد الريجولار. اي ريجولار بوليجون الاريا بتاعته ان اوفر 4 اكس سكوير، اكس ده البيس اللينس بتاع البيس بتاع اللينس بتاع السايد بتاع البوليجون، كوتان باي على 2 باي اللي هي 180، ان اللي هي نمبر اوف سايد اوف البوليجون. يبقى اي ريجولار بوليجون بنجيبه من الرول ده ان اوفر 4 ان عدد البوليجون. على سبيل المثال لو عندنا سكوير 4 اوفر 4 هتبقى بواحد، اكس سكوير اللي هو اللينس بتاع السايد بتاع السكوير اللي هو هيبقى اكس سكوير بس، كوتين باي ان باربعة كوتين خمسة 180 على اوفر 4 180 ديفايدد باي 4 هيبقى 45، كوتين 45 بواحد هيبقى اكس سكوير. يبقى ده اي شكل ريجولار بوليجون بنجيبه من القانون ده، هو الان نمبر اوف سايد اكس سايد لينس ان طبعا نمبر اوف سايد وباي اللي هي 180 باي 180 دائري وباي دائري و 180 بالديجري، يعني باي الميديان و 180 ان ديجري. الاريا اوف التريانجل بيساوي نص اي بي، اي ده اللي هو اللينس بتاع السي بي في البي اللي هو لينس اوف اي سي، ده انكلودد سايد التو سايدز في الانكلودد انجل اللي هي ساين سي، يبقى نص اي بي في ساين سي او نص اي بي في سي بي في ساين بي او نص اي سي في اي بي في ساين اي، يعني تو سايد في الانكلودد انجل الساين بتاع الانكلود انجل، او القانون دوا البريمتر اوفر 2 لو بمعنوميتر البريمتر ناقص اي سايد لينس اوف ذيس سايد وبي على 2 ناقص بي اللي هو السايد لينس دي طول لينس اوف اي سي، او بي على 2 هو البريمتر ناقص سي اللي هو لينس اوف اي بي. طبعا السكوير عارفين ان السايد
الاريا بتاعته سايت في السايت، والبرينتر بتاع اي تريانجل السام اوف اتش سايت. الاريا بتاع السكويز سايت في السايت او هاف البرودكت اوف اتش دياجونال، يعني اتش دياجونال تايمز اتش تايم ذيس دياجونال تايمز اتش دياجونال هاف، والبرينتر بتساوي 4S، لان البرينتر بتاع اي بوليجون اس بلس اس بلس اس بلس اس اللي هي 4S. ده الاريا اوف سكوير سايد في سايد او هاف برودكت اوف اتس دياجونال، او ده الاريا اوف سكوير والبرينتر 4S، يعني اس بلس اس بلس اس بلس اس. ده عارفينه من زمان يعني. هناخد اكزامبل، ده نت كده بتاع بيراميدز، ده البيس، ده لاترال ايتش، ده لاترال ايتش، ده البيس طبعا، ده ليبرال هيبقى اتش، ده في المنتصف هيبقى دي 5. عايز اجيب سلانت هايت عشان اجيب اللاترال اريا، ده 13 اي اتش، ده 5 بيفاغورس، ام اتش بتساوي ام اتش سكوير 16 سكوير ماينس 5 سكوير هيطلع ب 12، يبقى سلانت هايت 12. طب اللاترال اريا بتاع البيراميد بيساوي ايه؟ اللاترال اريا من القانون اللي احنا واخدينه هاف البرينتر اوف ذا بيس في سلانت هايت. اللاترال هاند سلانت هايت لسه جايبينه ب 12، والبرينتر اوف ذا بيس هنشوف البيس بتاعه ايه ونجيب البرينتر بتاعه. البيز بتاعه سكوير، يبقى البرينتر ب 4 40 4 تايم 10 40 تمام. يبقى اللاترال اريا عندنا هاف البرينتر اوف ذا بيس 10 تايمز 4 تايمز سلانت هايت اللي هو هيبقى ام اتش اللي هو 12. طب انا عايز الاريا اوف ذا توتال اريا، توتال اريا بتساوي لاتر اريا اللي لسه جايبينها في الاريا اوف ذا بيس، الاريا اوف سكوير سايد تو سايد يعني 10 تايمز 10 100، يبقى توتال اريا اوف بيراميد 42 اللي هو اللاترال اريا زائد الاريا اوف ذا بيس هيبقى 340 سنتيمتر سكوير. اكزامبل تاني، ده كل ده القوانين التانية دول في الليجرال بيرمتس. هنتكلم عن اريا وفوليوم واللاترال اريا اوف ليجرال بيرمتس. السؤال بعد كده عايز الفوليوم سلانت هايت 15، سلانت هايت ده بيديكرو على السايد بيس، ده الهايت بيديكرو على البيس يعني بيديكرو على اني ستريت لاين لاين ان ذا بيس تمام. عايز الفوليوم، الفوليوم بيساوي ايه؟ 1 اوفر 3 الاريا اوف ذا بيس في الهايت. طبعا ما دام هو ليجرال يبقى الهايت ده بيبقى واصل ما بين انترسكشن اوف تو دياجونال، يعني هاف يعني لو وصلنا التو دياجونال دول ببعض يبقى لازم النقطه دي بيمر بيها الاتش، يبقى الاتش بيبقى على ساقط على الجيومتريكال سنتر اوف البيس ما دام ليجرال تمام. ده السايد دوت هاف ال 18 يبقى 9
سلانت هايت ب15 وده 9 بايثاغورس ثيرم الاتش الهايت بتاع البيراميد بتساوي 15 سكوير ماينس 9 سكوير هيطلع ب 12 الفوليوم بتساوي تلت البيس الاليا اوف ذا بيس اللي هي 18 تايم 18 اللي هي 324 تايمز الهايت بتاع البيراميدز اللي لسه جايبينه ب 12 هيطلع لك البيراميد فوليوم بالمنظر ده كيوبيك سنتيمترز 1296 الكلام ده كله في اللوك بقى البيراميدز اللي احنا خدناه اليا لاترال اليا توتال اليا الفوليوم كل ده في اللوك بقى البيراميدز اللاترال اليا بتساوي لسه واخدينها هاف البليمتر اوف ذا بيس سلانت هايت تمام طب التوتال اريا بتساوي الاريا اوف ذا بيس بلس لاتر اريا طيب الفوليوم 1 اوفر 3 يعني ثيرد 1 ثيرد اريا اوف ذا بيس في الهايت اوف ذا بيرمت تمام الليجرا تريانجل بيراميدز الليجرا تريانجل بيراميدز يبقى this side equal this side equal this side equal this side equal this side يبقى الايدجز كلها متساوية وكلها equilateral triangle يعني ممكن نخلي ده نعتبر ان ده الفيرتكس والمثلث ده البيس او العكس ده الفيرتكس والمثلث ده البيس او ده الفيرتكس والمثلث ده البيس في علاقة خاصة بالليجرا تريانجل بيراميدز ان 2L سكوير بتساوي 3 هايت ال اي طول من دول ده او ده او ده او ده او ده ال لان كلهم متساويين all edges are equal فين في الليجرا تريانجل بيراميدز يبقى 2L سكوير يعني ال edge of بيراميدز equal 3 height 3 height square height اللي هو ارتفاع الهرم اللي هو ده دي خاصة بايه بالليجرا تريانجل بيراميدز تمام والتوتال اريا area of legal triangle pyramids بتساوي root 3 في L2 يعني انت لو عرفت بس length of edge of legal triangle pyramids هتقدر تجيب التوتال L من الرول دي الفوليوم of legal triangle pyramids بتساوي square root of 2 over 12 في ال H كوبيك H يعني ده قانون دول واحد بيجيب لك التوتال اريا واحد بيجيب لك الفوليوم اوف ليجرا تريانجل كل المسائل اللي بيعوز فيها اللاترال اريا والتوتال اريا اوف بيراميدز والفوليوم اوف بيراميدز كلها هتبقى مشكلتك الوحيده انك تجيب الاريا اوف ذا بيس انما هتطبق في القانون هتبقى عادي جدا والمسائل سهله قوي.